بداية مشاهدينا مع السينما وعوالمها مع المخرج السينمائي المهند كلثوم واللي رح يكون بضيافة حلقتنا لليوم، ولكن قبل ما نستقبل ضيفنا رح نتوقف مع تقرير عن أهم المحطات والتكريمات والجوائز يلي نالها. خليكن معنا. من البرزخ الرخاء للتاسع والعشرين من شباط، وراقص عشتار السورية رغم التوتر العالي، ونثر الياسمين من على سطح دمشق، وسار الطريق إلى ذهب، ورفع أصواتنا للم الشمل، وخاض بعد نهر بحر رحلة الحرير السورية، ونقل بعين الفوتوغراف روح الشرق، وسكب من روحه في كل ما قدمه المخرج السينمائي الشاب المهند كلثوم. قدم منجزا سينمائيا هاما منذ اللحظات الأولى التي دخل فيها عوالم السينما الذهبية. حط لي 5 كيلات دجاج يا ابني. سمي السمك الحراق. كانت عمتي زازفونة تغني له. قدم منجزا سينمائيا هاما منذ اللحظات الأولى التي دخل فيها عوالم السينما الذهبية. استطاع المخرج كلثوم الحصول على عدد من التكريمات العربية والدولية، منها التكريمات الخاصة في سوريا كتكريم وزارة الإعلام له تقديراً لمسيرته وقوة أعماله في عام 2016، وتكريم خاص من نقابة الفنانين لمسيرته المميزة، إضافة إلى جائزة أم السوريين للتميز والإبداع، لتمتد التكريمات إلى المهرجانات العربية، فنال الدرع الخاص لمهرجان الخرطوم للفيلم العربي، وتكريما من مهرجان المغاربي. عزيز بدني حاضر، ظهري مقسوم بالصينة والله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا اسكت ويفتح صار الدوز من حوالينا، ايه والدنيا بيضة وحمراء وصفراء. اللافت للأمر أن معظم الأفلام التي قدمها نالت الجوائز على المستويات العربية والدولية، ولعل فيلم ياسمين الأكثر حضوراً بجوائزه على المستوى الدولي، إضافة إلى أفلام نهر بحري وعلى سطح دمشق وفوتوغراف ورحلة الحرير، وآخر الجوائز كان أفضل إخراج في مهرجان النور السينمائي الدولي بالبيضاء عن فيلمه روح الشرق. إذا مشاهدينا مثل ما تابعنا عبر التقرير الجوائز العربية والدولية لمعظم الأفلام يلي اشتغلها، ونحن أصلا ما ذكرنا كل التفاصيل لحتى نسمع اليوم من ضيفنا المخرج السينمائي المهند كلثوم يلي صار معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك. يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم وأكيد بمشاهدي قناة سوريا دراما، وشكرا لها الاستضافة اللطيفة والجميلة. أهلا وسهلا فيك المهند. أول شيء مبروك حصول فيلم روح الشرق على الجائزة، هي الجائزة الثالثة يلي بيحصل عليها هذا الفيلم. بدنا نحكي عن خصوصية الجائزة وخصوصية هذا الفيلم. هلا بالفعل آخر جائزة حصدنا عليها بفيلم روح الشرق هي جائزة أفضل إخراج بمهرجان النور السينمائي المقام في المغرب. خصوصية هذه الجائزة ليس هي إنه كأفضل إخراج، لا، أنا وقت ما يحصل أي فيلم على جائزة هو نال تقدير اللجنة الفنية ولجنة التحكيم
نكون كسبانين جائزتين، جائزة الجمهور وجائزة أفضل إخراج. ليش؟ لأنه دائما وقت ما أنت تعرضي منتجك ويناقش الجمهور ويوصل للجمهور بهذا الشغف اللي أنت نقليته من خلال الشريط السينمائي، فهون أنت ردة فعل الجمهور ونقاش الجمهور هي جائزة لنا. فنحن حصلنا جائزتين فعليا. أما جائزة لجنة التحكيم هي أفضل إخراج، خصوصيتها هي كأي صانع، لأي صانع سينما هي خصوصيتها بتكمن أنه هو تحفيز على الاستمرارية في المشروع لقدام، يعني مثل شكرا استمر بمشروعك اللي انت متبنيه وعم تشتغل دائما على تفاصيله وعلى مكوناته. روح الشرق بالنسبة لي بيعني لي هو احد مكونات الهوية الثقافية السورية، بيحكي عن تراث المادة، تراث المادة بنفس الوقت في شغلات هي مكونة وجزء مهم بتكوين الهوية الثقافية السورية لبلدنا. بيعني لي بعدة منحنيات وتفاصيل انه في اشياء حتى من خلال 11 سنة حرب او 12 سنة حرب كانت دائما عم بيحاولوا يحاربون حتى بثقافتنا وبتراثنا، ففي شغلات كتير حاولوا يسلبونا اياها، عاداتنا وتقاليدنا هي ايضا هي من تشكل جزء او مكون من التراث اللامادي. فعشت عالم جميل من خلال روح الشرق، اطلعت على شغلات هي موجودة ولكن نحن بنعتبرها انه هي تكميل او تحصيل حاصل، ولكن هي مهمة لتطور حضارتنا وتطور ثقافتنا والحفاظ على إرث ثقافتنا. فمن هون إذا روح الشرق بيحكي من صناعة الزجاج للحرير للورد الشامية، هذه الطقوس من الميلوية، طقوس هي جميلة وبسيطة ولكن غير مسلط الضوء عليها، وفي مهن كتير وحرف اليوم نحن حاولنا انه تسليط الضوء عليها لتكون وثيقة للزمن، لانه معظم جراء الحرب وهيك حاولت جهات معنية تحافظ وتحصر هذا التراث، فكان جزء من هذه العملية او هذه المحاكاة روح الشرق ضمن سلسلة أنا بدأتها يمكن من شي 6 سنين، عدة سلسلة سلسلة وثائقية جزء منها اليوم هو روح الشرق. مهند بدنا نحكي أكثر تفاصيل عن التأليف، يعني من هو يلي ألف أو يلي كتب السيناريو، عن الفريق يلي كان تمام. موجود معك. نحن بنعرف طبعا الإخراج هو رب العمل تمام. بيكون والجائزة هو اللي يعني بيستلمه، ولكن في فريق كمان ما فينا ننكر جهده. وبدنا نعرف كمان سبب تسمية، يعني خصوصية روح الشرق تحديدا، ليش تم إطلاق هذا الاسم على الفيلم؟ هلأ روح الشرق هو دائما أنا وقت ما أشتغل أي مشروع أكيد مو لحالي، دائما بيكون في شركاء سواء بالكتابة، شركاء دائما بالفريق، نحن بنشتغل بفريق واحد. فبروح الشرق كان فريق مميز، كان بذكر الشريكة الأستاذ إنصاف سليطين التعليق والنص إلى والتعليق الصوتي الراوي، لأنه حتى هي بتعتمد على الراوي هو الأستاذ الفنان موفق، أكيد يعني أستاذ بوجه له كل التحية، الفريق التقني كله لمعنى الإضاءة والتصوير، الإضاءة والتصوير الأساتذة كمان، يعني الفريق كله مشان ما أنسى حدا أنا كله بوجه لهم ألف تحية مني، لأنه هن شركاء حقيقيين ليس في بهذا الفيلم، هن دائما بأفلامي بيكونوا موجودين ضمن السلسلة الوثائقية اللي عم بشتغل عليها. روح الشر مضطرقت للموضوع بالنسبة لروح الشر، روح الشر اليوم نحن إذا عم نحكي على شيء حي، تراث حي، تراث
مادة تراث لا مادة. دائما هو بيعتمد على نقطة مهمة، الحياة بدون روح لا ليس لها وجود أو معنى. فاعتقدنا أنه وجود، وكان وجهة نظرنا أنه نحن ضمن هذا المحيط، الشرق الجميل، سوريا بشرقها، بشرقها بالنسبة للكون هي خلينا نقول روحه من خلال التراث اللي هو عايش بيناتنا. فروح الشرق هو التراث بدون روح، بدون حياة بشر حواليه، فأكيد ما بعتقد يكون. شفنا حتى المهن اليدوية مهند، يعني شفنا لقطات لمهن يدوية هي مثل ما بيقولوا أبا عن جد، يعني هي متوارثة تمام. وهي حقيقية، هن بيكونوا شيوخ كار. رح نروح لنحضر شوي، منروح الشرق نريحك وبنرجع نكمل حوارنا. التوثيق مهند اليوم مسألة صعبة، قد ايه بحاجة أمانة، وقد ايش الاشتغال على التفاصيل تحديدا لما نحكي سينما تماما أصعب. هلأ شوفي، من خلال هلأ المشاهد اللي حضرناها دائما نرجع لنفس الفكرة، انه فكرة الدوران، فكرة كل شيء يصنع يدويا في طريقة الدوران هي عبارة عن الحياة. نفس الوقت هو اليوم هذا كله التراث اللامادي اللي عم تصنعه الايادي السورية بشغف وحب، بتعطيه روح، بتعطيه حياة. بنرجع لحتوت الفيلم الاصلية، يعني كنا موفقين كتير بحكاية الراوي يلي هو الاستاذ موفق الاحمد، بوجه له تحية. انسان عن جد كتير خامت صوته وحسه بالإلقاء، فميز عطى للصوت صورة بصرية خليني أقول مناسبة لخامة الصوت اللي أداها الأستاذ مصطفى الأحمد، موفق الأحمد. فاليوم نحن خلينا نقول ببساطة هيك مشاريع هي قد تعتمد على قطاع عام وقد تكون على جهات خليني أقول مجتمع أهلي ومنظمات ومؤسسات وطنية. اليوم مشروع التوثيق يمكن تبنيته عدة جهات، وزارة الثقافة، الأمانة السورية للتنمية، بالإضافة إلى جمعيات ومؤسسات غير ربحية هم الثقافة وتمكين والحفاظ على الإرث والثقافة السورية. فنحن ضمن هذا المشروع اللي هو التوثيق، يعني عم تحاول أنت تبحثي عن شركاء دائما يكونوا همهم الحفاظ على المكون والموروث الثقافي. فموفقين نحن كنا بعدة هاي الشركاء اللي همهم هذا المشروع، وهن مستمرين ونحن مستمرين كمان.
تماما. حتى عم نشوف يعني هلا مثلا طالع على الشاشة تماما المرأة السورية قديش هي كمان جزء من التراث، يعني هو تكريس لهذه الفكرة مهند؟ لا هلا هي هن اليوم فيلم عشتارات هو بيحكي عن دور المرأة كمان بالحفاظ على التراث بالعيش والانخراط في مهنة كتير يعني السيدات أو المرأة السورية بتشتغل وبتعمل بهيك مهن، يعني مثل الحياكي مثل الأجباني مثل الحرير، هدول كلها يعني رسم على الزجاج والزخرفة على الزجاج، يعني في مهن كمان يعني وجود الأنثى هو بيعطي الروح ضعف تماما. وفي مهن خلينا نقول تبدع المرأة السورية بالعمل بهيك مهن، لأنه يمكن عندها إصرار أكثر من الرجل بهيك مهن، يعني هي مهن خلينا نقول يدوية، مهن خفيفة، مهن بدها هيك أناقة وحنية، ف يعني المرأة شريك أساسي بالحفاظ على التراث. لا تورطونا مع المرأة. مهند اليوم يعني هي الجوائز، أغلب الأفلام اليوم يلي عم تكون من إخراجك عم تحصل جوائز واثنين وثلاثة، هذا الشيء كيف عم يتم؟ يعني هي الجوائز، الحضور الدائم بالسينما وعلى الساحة السينمائية، كيف عم يتم هذا الشيء؟ كم النشاطات طبعا كمان؟ هلا دائما انت وقت ما تشتغلي على منتجك السينمائي بتشتغلي في ضمن مشروعات في شيء بحققه من خلال التلفزيون، يعني من خلال انه يعرض على التلفزيون، وفي شيء حصرا لازم سينمائي يكون حاضر بقاعات السينما، والمهرجانات دائما هي إلى عدة مزايا وعدة أنواع للمهرجانات، في مهرجانات البيئة، في مهرجانات السياحة، في المهرجانات الأفلام الوثائقية، يعني في عدة أنواع للمهرجانات، وفي بنفس الوقت مهرجانات مختصة بمهرجان التراث مثلا، مهرجان السياحة، مهرجان الأفلام القصيرة. فدائما ضوي أنا من خلال الأفلام، من خلال الشريط السينمائي، لأنه أنا بعتبر السينما هي عابر للقارات، عابر للثقافات، يعني في بتصير تشبيك مع ثقافات أخرى، بتطلعي على ثقافة الشعب المستضيف وبنفس الوقت الشعب المستضيف بتطلع على ثقافته. فأنا من خلال هون دائما هو تواصل مع المهرجانات وانتقاء الأفلام بيكون خليني أقول هي المرحلة الأصعب، اختيار فيلمك مو سهل دائما يكون اختيار الفيلم بهذا المهرجان، ومو سهل أيضا أنه تحصلي على جوائز، لأنه تحكم هنيك المهرجانات السينمائية عدة شروط ومعايير شروط. إذا أن الشروط الفنية شروط، أصعب شيء الشروط السياسية، أنه فيلم سوري يعني يكون دائما عانينا منها بفترة من الفترات، ولكن اليوم أنت وقت ما هذا المنتج اللي أنت تعبت عليه واشتغلتي ببلدك ما كان في شرط مناسب نقول لعرضه، فهذا لا ما بيكون موجه للداخل، خليني أقول بشكل يعني اليوم أنت عملتي فيلم، أوكي شفنا الفيلم تناقشنا فيه، طب ما نحن عايشين بضمن هذا الجو وبنعرف انه الحرير هيك بينصنع وكذا، والتراث اللامادي بنعرف هيك، والورد الدمشقية الشامية بنعرف كيف بتم قطافها وتحضيرها، ثقافتنا نحن لازم تطلع هاي الثقافة لبرا عبر منتج منتج سينمائي، لانه هي القادرة الوحيدة هي انها توصل بخليني اقول بعدة ثقافات بعدة دول بعدة مهرجانات عالمية من خلال انك ينعرض الفيلم بالمهرجان. اليوم طقوس العرض بالمهرجان هي جميلة جدا، لانه انت اليوم بتفوت على قاعة فيها 1000 شخص 1500 شخص عم بتابعوا فيلم سينما، فانت عندك 1000 تحليل 1500 وجهة نظر
خلاصة للفكرة وجمالية المهرجانات دائما هي الحوارات المفتوحة بعد الفيلم. طبعا. فهون انت بتحسي حالك منخرطة بعالم آخر، عايشة الفيلم مرة تانية وتالتة من خلال الحوارات. في شغلات يمكن انت ما بتكوني مسلط الضوء عليها، بتضح لك انه ناس اروى هيك، ناس افكار. هي انا ما دائما بقول وقت ما اعرض الافلام ما بحب صادر رأي المشاهد، خليه هو يشوف وبعدين نتناقش. رح نكمل حوارنا مهند، بس رح نشوف شيء له علاقة بتشبيك مع وزارة الاعلام وبنرجع نكمل الحوار. لأنه أنا بحب الخير للكل. أنا وأختي طوان كان صغير حطيته بالمدرسة، ما باخده على الصباح بيزعل. الطاقة هي عطاء، أنا كاتبة ديوان. لهيك تركت الدراسة. وأنا بحب ساعد كل الناس، ما أخلي حدا فايز بالحال. أصواتنا، يعني هذا فيلم بالتشبيك مع وزارة الإعلام. نقلنا يعني مثل ما بيقولوا، هي أصوات مين بنقصد بالفيلم؟ أصوات الناس اللي نحن خليني أقول بنعتبرهم أنه هن غير موجودين، ولكن أثبتوا بتطوير قدراتهم أنه هن مبدعين وفينهم يصنعوا المستحيل. هذا الفيلم موجه لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم بتختلف التسميات، يعني كل بلد بسميه تسمية، ولكن هن أنا فيني سميهم أصحاب القوى الخارقة، لأنه إعاقتهم ما كانت سبب لحتى وقفوا وانتهى مشوار حياتهم، لا، بلشوا يتعبوا على حالهم. في منهم ما كان مكمل دراسته، أتم تعليمه، وفي منهم تعلموا وسجلوا جامعات، وفي منهم ما استطاعوا يتعلموا ولكن طوروا ذاتهم من خلال مشاريع صغيرة افتتحوها. في ناس كان إعاقتهم سبب خطأ طبي، تغلبوا على هذا الشيء كمان وصنعوا مستقبلهم بإيدهم. فاليوم أخذنا شريحة من أصحاب الهمم، ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب القوى الخارقة، أخذنا شريحة وكل واحد حكايته، كل واحد كيف كانت حالته مع خليني أقول مجتمعات أهلية ومؤسسات اجتماعية قدروا يصنعوا الفرق. واليوم أنا بوجه لهم أكيد تحية كلهم، لأنه هذا الفيلم أصواتنا، أصوات بالفعل هو أصواتنا، أصوات ضمائرنا، لأنه في فئة من الناس لازم نسلط الضوء عليها، بس أعطيهم المجال، بس ساعديهم، بيصنعوا الفرق. صحيح. وهن بيكونوا معنا متواجدين حتى بأماكن عملنا.
فينهم يبدعوا، فينهم يشتغلوا شغل مذهل يعني. فهذا الفيلم نرجع لنفس الموضوع، في مشاريع بتنفذيها بأفلام ضمن تعرض على التي في على التلفزيون، وفي مشاريع بتعرض على الشاشة الكبيرة على السينما. إذا بدنا نحكي اليوم عن تجربة عضو لجنة التحكيم اليوم، تمام. نحكي عن يعني جمالية يمكن هي التجربة، بنفس الوقت صعوبتها. هلا جمال هي صعوبتها أكثر. بنفس الوقت مسؤوليتها. تمام. بنفس الوقت يعني نحن يعني أنت موجود عضو لجنة التحكيم. تمام. كيف عم يتم التعامل كمخرج سينمائي اليوم موجود مع هيك نوع من التجارب مهند؟ هلا مثل ما قلنا هي مو مهمة جميلة. لا حلوة جدا. جميلة. جميلة جدا. بس مسؤولية كبيرة كتير. مسؤولية كبيرة، وبنفس الوقت بدك تضلك حامل شنطتك، لأنه أنا بسميها هي رحلة. مثلا إذا عندك بالمسابقة 30 فيلم، يعني أنت بدك تحمل شنطتك وتسافر على 30 بلد، لأنه الفيلم هو عبارة عن وجهة سفر. كل طبعاً. مخرج بيعرفك على بلده. ف هالجمالية بتكمن وقت ما انت تسافر بهالثلاثين فيلم، كل واحد ثقافته، حضارته، لغاته، مشاكله، يعني كل مخرج بيطرح مشاكل تمام. بلده وجمالية بلده ومعاناة بلده وسعادة بلده. فانت هذا الكم من الجمال، انت عم تشوفي افلام جميلة جدا، لانه ما بيكونوا وصلوا لعندك قبل لجنة التحكيم. بيكون في مرحلة اسمها لجنة الفرز. أوكي. بيكون واصل لهم شي 100 فيلم وبيغربلوا، هن بيفرزوا وبيدخلوا بعدين ال 30 فيلم لنقول فرضا هن المسابقة الرسمية. فهي فيها صعوبة، فيها جمالية، فيها متعة، فيها بنفس الوقت خليني أقول شغف جميل بالسينما. بتطلع على تجارب الآخرين، بتطور أدواتك أنت كصانع، أنا يعني كصانع أفلام. دائما أنا يعني حلاوت أنه بفوت أنا بحضر مع الجمهور، يعني وقت ما يكون العروض بلجنة التحكيم بحضر مع الجمهور، بشوف تقبل الجمهور، تقبل الناس حبوا هذا الفيلم. لأنه أنا دائما أولا وأخيرا هن رأيهم ما راح يحمل الفيلم أي نتيجة، بس رأيي راح يحمل هل هو سيحصد المركز الأول. طبعا معايير الجمهور بتختلف عن معايير تماماً. المخرج السينمائي بس دائما أنا بهمني شوف نبض الجمهور. طبعاً. رأي الجمهور، إحساسه، حب ما حب، ليه. فهي دائما بساعد عضو لجنة التحكيم دائما بخيارات، ولكن هناك شروط فنية. طبعا. جودة السيناريو، جودة رؤية المخرج، رؤية البصرية، إضاءة والتصوير، يعني الحلول الإخراجية اللي أبدع فيها المخرج. تماما. أغلب يعني أغلب أفلامك مهند هي أفلام قصيرة. تماما. ليش أكثر؟ يعني هل هي مرغوبة بالنسبة لك كمخرج أكثر من الأفلام؟ هلا هي أصعب على فكرة دائما. الفيلم القصير إخراجه أصعب من، لأنه بدك تكثف. تماما. أصعب من الفيلم الطويل، وبنفس الوقت هي يمكن ما عم بلاقي نص مناسب، وما عم بلاقي جهة إنتاج تتبنى الفيلم الطويل. بيحقق ذاكرة سينمائية الفيلم القصير برأيك؟ طبعا، لأنه إذا بدنا نرجع على أول بدايات السينما، اليوم السينما بلشت أفلام قصيرة، وخليني أقول تسجيلية بلشت. فالسينما دائما خالدة، سواء فيلم قصير أو فيلم طويل، هي المفهوم واحد. بينما أنت يعني اليوم أنت كيف بتعرف أنه الفيلم القصير بحقق مشروعك؟ اليوم أنا عم اشتغل، عم شوف وعم شارك بمهرجانات وعم بعرضه هون ببلدي، وبنفس الوقت عم بحقق نجاحات. فأنا الفكرة اللي عم بوصلها بالفيلم القصير، مدام قدرت وصلها بالفيلم القصير، فيعني مشان شو بدي وصله بفيلم طويل. حرص المخرج السينمائي، اي مخرج سينمائي اليوم بيكون حريص على كل تفاصيل العمل. بدنا نعرف اكثر
كيف بيتم هذا الشيء؟ الحرص على اللقطات، على القطعات، على الفكرة، كم المسؤولية، كم الخوف، يمكن قد ما يكون المخرج متمكن وأخذ جوائز بيضل عنده نفس طبعًا. الخوف دائما بعد كل منتج أو بعد كل فيلم سينمائي. خلينا نعرف منك تفاصيل أكثر عن هي المراحل اللي بيمر فيها، هيك يعني باختصار، هذا الخوف وهذا الشغف وهذا التعب وهذا الجهد. هو الخوف يضل ملازمنا نحن صناع الفيلم، حتى وهو بيكون عم بينعرض الفيلم، تصور وتمنتج وبدك تفتتحي ببلدك العرض الأول، خليني أقول هون بضل في خوف لحتى يطلع التتر نهاية الفيلم ترتاحي أنت، بس بيتولد خوف تاني، هو هل المنتج نال إعجاب الجمهور؟ الرضا والإعجاب طبعا. فحياتنا ما في شيء سهل، يعني دائما أنا بسميها السهل الممتنع أو الصعب الممتنع، يعني دائما بسميها حياتنا دائما قلق، يعني وقت ما أنت تمسك النص هاي ثقة كمان من الكاتب انه انت تتبني نصه طبعا، هون كمان في خوف. بعدين مشان ما تفوتي بمشكلة انت والكاتب مثل هالموضة الاخيرة، يعني كله بيقول لك هذا النص ليس لي وهذا وغير المخرج. انا دائما مع الحلول الوسطية، ولكن اولا واخيرا كنا شركاء بالعمل، ولكن اذا نجح العمل النجاح للجميع، وإذا فشل العمل الفشل على المخرج. دائما بسيستم العمل بتفاصيل الحياة دائما هيك، فالخوف أكيد ضروري موجود، هي ليس عدم ثقة بالنفس، ولكن الخوف هو بيولد النجاح. الخوف الإيجابي. جديدك مهند؟ جديدة في شغلات كثيرة عم اشتغل عليها، مثلا يعني في عندي فيلم وثائق طويل اسمه ست الكل، عم بنهي هلا تفاصيله لمسات الأخيرة، وكان بدي خوض تجربة أول عمل درامي طويل بالتلفزيون، تأجل لأسباب خارجة عن إرادتنا. إن شاء الله هذا حاليا الموجود. لا معناتها الزيارة الجاية لعنا بيكون الحكي أكثر. لا أكيد إن شاء الله بيكون الحكي أكثر. شكرا كثير لك المخرج السينمائي مهند كلثوم، إن شاء الله عطول نجاح وجوائز، وعطول فعلا نشوف سينما سورية ومنجز سوري سينمائي حاضر بقوة، ونشوف الجمال طبعا، لما نقول سينما بنقول جمال طبعًا. دائما شكرا كثير لك. شكرا لكم، وشكرا لمشاهدينا، وشكرا أكيد لأسرة العمل ولكل بالاستديو وبالكونترول. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك.